السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، متابعينا الكرام متابعتنا الكلمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فطم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعينا الكرام بعروض بيم الوطنية ديال هذا الأسبوع، هذا اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022. هاد العروض إن شاء الله غيتكون في جميع المحلات ديال بيم، أي محل حداكم غيكونوا فيه إن شاء الله، عروض زوينة. بقاو معنا حتى الآخر باش تكتشفوا جميع المنتوجات اللي كاينين في هاد العرض هذا. وقبل ما نبداو كنبغي نشكركم كما العادة على التشجيعات ديالكم، التعليقات ديالكم الزوينين، على المشاركة ديالكم لتجاربكم معنا. الله يجازيكم بخير، راه كتفيدونا ديما، فشاركونا ديما التجارب ديالكم. لا أول مرة يزورنا في القناة ومازال ما يشترك يشترك، يفعل زر الجرس باش ما يفوتو حتى عرض، إن شاء الله يبقى ديما يوصلكم الجديد. ايضا ما تنساوش تضغط على الزر ديال الاعجاب، ونبداو على بركه الله. كاين اول منتج معنا متابعينا الكرام، واحد المنظم ديال القطن من شركه بيهو، هذا بلاستيك، من البلاستيك هذا ديال القطن ديال المكياج كما كتشوفوا معنا، فيه جوج ديال الاماكن. هذا المنظم هذا ب 20 درهم 400 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا هذا المنظم ديال ادوات الزينه كما كتشوفوا معنا متابعنا الكرام، ديال المجوهرات كنظن، حتى هو بلاستيكي من بيهم، فيه اربعه ديال الطبقات كيتفتح بهذا الشكل هذا. بالنسبه للثمن فهذا راه داير 600 درهم 30 درهم. كاين ايضا معنا متابعنا الكرام واحد المنظم اخر، فيه عدة أماكن ديال التنظيم الفوق، منظم مكياج، عدة أماكن تنظيم الفوق ومجر التحت كما كتشوفوا معنا، حتى هو بلاستيكي من نفس الشركة بيهم، جاي بهذا الشكل هذا. بالنسبة للثمن ديال هذا فداير 45 درهم 900 ريال. وكاين أيضا معنا هذا المنظم بثلاثة ديال المجورة، جوج صغار الفوق وواحد المجر التحت اكبر منهم، من الشركه ديال بيهم ايضا بلاستيكي. وبالنسبه للثمن فهذا راه داير 60 درهم كما كتشوفوا معنا، 1200 ريال، وجاي بهذا الشكل هذا كما تبعتوا معنا. فهاد المنظمات كاملين ديال هاد الشركه بنفس اللوين تقريبا، فغايجيو اونصومبل، اللي بغى يتقداهم كاملين اللي محتاجهم فغايجيو بنفس الكولور كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا مرآة من ايس داستور، فيها جوج موديلات، كاين موديل اللي جاي مربع فيه 16.5 على 16.5 سنتيم، وكاين الشكل الدائري كما كتشوفوا معنا في الصورة متابعينا الكرام. بالنسبة للثمن فهاد المرآة هذه دايرة 800 ريال 40 درهم، وجاي بهذا الشكل هذا. كاين ايضا معنا هذا المنظم ديال المكياج بعدة طبقات من ايس داستور، بالنسبة للمقاييس ديالو فيه 25.5 أو 25.7 في القاعدة ديالو، جاي كاري. بالنسبة للعلو فيه 31.5 سنتيم، جاي بهذا الشكل هذا متابعنا الكرام، بحال شي بناية. في عدة أماكن في ممكن تنظمو الادوات ديالكم. بالنسبه للثمن ديال هذا فراه داير 80 درهم 1600 او 1600 ريال، وجايب هذا الديزاين هذا. كاين ايضا معنا جهاز ارسال بلوتوث للسياره من اوتوير كما كتشوفوا معنا متابعنا الكرام، في كليو اس بي باش تشارجيو الهواتف ديالكم مثلا، في ام بي 3 باش تسمعوا المقاطع اللي كتبغيو متابعنا الكرام، ايضا ممكن تجريو منه محادثات هاتفيه. بالنسبه لليو اس بي فيه جوج ديال اليو اس بي متابعنا الافاضل. بالنسبه للثمن هاد ديال هاد الجهاز هذا فراه داير 50 درهم 1000 ريال، وطبعا كيخدم لكم راديو اف ام كما كتشوفوا معنا متابعنا الكرام، الشكل ديالو صغير. وكاين ايضا معنا متابعنا الكرام واحد التلفاز ذكي 65 بوصه الترا اتش دي من لايف ماكس، فيه اتش دي ام اي متابعنا الفضيل، في بورت يو اس بي. بالنسبه للوضوح ديال الشاشه 3840 على 2160، فيه واي فاي انتجري بلوتوث. بالنسبه لهذا التلفاز هذا كما جميع الاجهزه ديال التلفاز الذكيه فممكن تخدموا فيه يوتيوب، فيسبوك، تويتر،
تويتر، اي تطبيق عندكم في الهاتف راه كيخدم في هذه الاجهزه ديال التلفاز الذكيه، وحتى هذا راه فيه ايضا تي ان تي. متابعينا الكرام، اي تطبيق عندكم في الهاتف فممكن تخدموه في هذه الشاشه العملاقه 65 بوصه. بالنسبه للشركه المصنعه فهي لايف ماكس، شركه معروفه كيشكروها المتابعين ديالنا في اجهزه اخرين. بالنسبه لهذا الجهاز فاللي جربوا من المتابعين او المتابعات يشاركنا التجربه ديالو، الله يجازيكم بخير، راه كتفيدونا بزاف. بالنسبه للثمن ديال هذا التلفاز هذا فراه داير 5000 درهم، 100000 ريال متابعينا الكرام، وجايبها التصميم هذا اللي كيبان رقيق وزوين، ممكن تعلقوه في الحائط بهذا الشكل هذا او تركبوا له السيبورات وتحطوه فوق الطاوله بهذا الشكل هذا متابعينا الكرام. وكما قلنا هذا راه الترا اتش دي يعني 4K 4K، وبالنسبه للثمن كما قلنا فراه 5000 درهم 100000 ريال. وهذا هو اخر منتوج معنا في هذا العرض هذا متابعينا الكرام. هذه العروض غتكون ان شاء الله ابتداء من يوم الجمعه 4 نوفمبر 2022 الجمعه ديال هذا الاسبوع هذا في جميع المحلات ديال بيم، اي محل حداكم غيكونوا فيه ان شاء الله. عرض قصير شويه ما فيش منتوجات كثير، ماشي بحال الاسابيع السابقه. كما شفتوا معنا كاين فقط التلفاز والجهاز ديال الارسال كما شفتوا معنا، وايضا معنا المنظمات والمرآة. عرض قصير للاسف، ومع ذلك نتمنى انه يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا معنا متابعينا الكرام. بالنسبه للعروض الاخرى ديال هذا الاسبوع راه كاينين في القناه، ديما تدخلوا للقناه غتلقاو ان شاء الله جميع العروض، وديما غتلقاو الجديد ان شاء الله. نتمنى ان هذه العروض تكون عجبتكم، الى عندكم شي تساؤل خليوه لينا في التعليقات، الى سبق لكم جربتوا اي منتوج من هذه المنتوجات شاركونا التجربه ديالكم من خلال التعليقات، الله يجزيكم بخير راه كنستافدوا منكم بزاف. لاول مره يزورنا في القناه متابعينا الكرام يشترك يفعل زر الجرس باش ما يفوتو حتى عرض، ان شاء الله يبقى ديما يوصلكم الجديد. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب راه كتشجعونا به بزاف. نتلاقاو في عروض اخرى متابعينا الكرام، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم، بارطاجيو القناه ديالنا مع الاحباب ديالكم اللي مهتمين بهذا النوع ديال المحتوى او هذا النوع ديال الفيديوهات. نتلاقاو في عروض اخرى وميزات اخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.